أينما كنتم مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من المشهد، والتي نتناول فيها ملف التطبيع مع النظام السوري. وفي أبرز عناوين هذه الحلقة: الخارجية السعودية محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. ونقرأ أيضا: الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلاليتها. والاتحاد الأوروبي لا تطبيع مع النظام السوري دون حل سياسي. إذا مشاهدينا، أفادت وزارة الخارجية السعودية يوم أمس الخميس أن هناك محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة، نافية إعادة فتح السفارتين بين البلدين، وموضحة أن هناك مباحثات حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية. في الآونة الأخيرة مشاهدينا، هناك عدة دول بدأت تسارع في إعادة العلاقات مع النظام السوري، وأولى هذه الدول هي الإمارات العربية المتحدة، والتي استقبل رئيسها محمد بن زايد نظيره السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي، وأكد على ما أسماه ضرورة عودة دمشق إلى محيطها العربي. كما مثل الزلزال الأخير الذي ضرب الشمال السوري بوابة دبلوماسية لبعض الدول كي تكسر حاجز القطيعة أيضا مع النظام السوري، فكانت سلطنة عمان أولى محطات بشار الأسد التي أجرى لها زيارة خارجية منذ سنوات من العزلة، وكانت هذه الزيارة الشهر الماضي. أيضا تركيا بدورها عرفت في الآونة الأخيرة تقاربا مع النظام السوري، حيث التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في العاصمة الروسية بنظيره السوري علي محمود عباس في أول لقاء رسمي ومعلن على المستوى الوزاري بين تركيا والنظام السوري منذ عقد من الزمن، في إعلان ضمني عن مرحلة جديدة في العلاقات بين الجانبين. الأردن أيضا مشاهدين بدوره تغير موقفه مرات عديدة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، فمنذ استضافة غرفة العمليات الدولية المشتركة لدعم فصائل المعارضة السورية المعروفة بالموك عام 2012، تحول خلال عام 2021 إلى أبرز المدافعين عن التطبيع مع النظام السوري، وقد تمحورت أسباب الأردن في ذلك حول مصالحه الاقتصادية والأمنية ومحاولته إيجاد حل لنحو 700 ألف لاجئ سوري مقيم على أراضيه. أخيرا مشاهدينا، كانت السعودية التي أعلنت يوم أمس بداية المحادثات مع النظام السوري من أجل استئناف تقديم الخدمات القنصلية. يأتي هذا التطور بعد اتفاق وصف بالتاريخي بين طهران والرياض برعاية صينية. للحديث أكثر حول هذا الانفتاح العربي على النظام السوري، معنا الأستاذ ياسر النجار الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا دكتور عبد اللطيف درويش أستاذ إدارة الأزمات في جامعة كارديف مترو بوليتان، الذي سيلتحق بنا بعد قليل. أرحب بك معنا أستاذ ياسر. حياكم الله، أهلا وسهلا. بداية، هل نستطيع أن نقول أن العزلة كسرت، أن العرب قرروا رفع غطاء المقاطعة عن التواصل مع نظام بشار الأسد، بالتالي نحن أمام علاقات طبيعية عادية ستعود إلى سابق عهدها قبل الثورة السورية؟ يعني لنعد قليلا إلى الوراء ونشعر حقيقة ما جرى في الأيام الحالية. حقيقة ما يجري الآن هو امتداد لفترة زمنية قامت به روسيا لتسويق عودة هذا النظام وتطبيعه مع الدول العربية. كانت هناك كما تعلمون جولات مكوكية من قبل وزارة الخارجية، سواء لافروف أو بوغدانوف، على مستوى كل الأنظمة العربية من أجل أن يكون هناك عودة للنظام في قمة العربية في الجزائر. نعلم حقيقة أن روسيا لها
رغبة كبيرة في عملية إعادة تطبيع الأنظمة العربية مع النظام، كون أن روسيا ترى بنفسها أنها ستستفيد من هذا الأمر وأن لها علاقات جيدة مع الدول العربية. ما استجد من أمر هو أن روسيا بعد احتلالها لأوكرانيا باتت تعاني من الحصار، وخصوصا على مستوى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. تريد روسيا الآن أن تنشط هذا الملف من جديد من أجل أن يكون هناك نوع من الانفراج على مستوى العلاقات والتطبيع ما بين الأنظمة العربية والنظام، على أنها انتصار للسياسة الخارجية الروسية وأن السياسة الخارجية الروسية ليست معزولة وأنها تمارس صلاحياتها بكفاءة. هذا ما وجدناه عندما كان هناك استقبال لوزارة الخارجية الروسية لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان السعودي في تاريخ 9/3. ماذا أعقب من ذلك؟ أعقب ذلك أن هناك اجتماع في 10/3 على مستوى أجهزة أمنية في الصين من أجل إعادة عودة العلاقات ما بين إيران والمملكة العربية السعودية، ليصار من جديد إلى استقبال نظام بشار الأسد وبشكل وبحلة جديدة على أنه استقبال رسمي في موسكو، ومن ثم نجد أن هناك بداية الانفراجات مع الدول العربية. إذا بالنتيجة أنا أريد أن ألخص وأقول للمشاهد بأن روسيا تستفيد بأن علاقاتها الخارجية استطاعت أن تكسر حالة العزلة والحصار التي تمارس على الخارجية الروسية. نعم، لكن أستاذ ياسر، يعني البعض يقول أن الدول التي ذهبت للتطبيع مع نظام الأسد ليست محسوبة على الفناء الروسي، بل محسوبة على الفناء الأمريكي الرافض لهذا الانفتاح. ثم ماذا استفادت تلك الدول للاستجابة للمطالب الروسية؟ ما هي المصالح التي تحصلت عليها تلك الدول لقاء تمرير المطالب الروسية؟ إنجز لنا التوصيف. يعني ملاحظة مهمة فعلا، نحن نتكلم عن أنظمة عربية وأنظمة خليجية لديها امتدادات وضمانات أمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كل هذه الأنظمة وجدت نفسها في مساحة عندما كان هناك نوع من الاتفاق يعني ما بين الجانب الإدارة الأمريكية وإيران على أن هذه الدول العربية معزولة ولا يتم الاهتمام بمصالحها. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا أجد أن حقيقة بعد الاحتلال الروسي لأوكرانيا وجدت الدول العربية أن لديها مساحة من الحركة تستطيع أن تناور فيها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وهذا ما وجدناه من موقف هذه الدول العربية من هذه الحرب. حتى هذه اللحظة الدول العربية لم تقطع ولم تمارس أي عقوبات على روسيا، كون أنها ترى أن علاقتها مع روسيا مميزة. ووجدنا أيضا أن ما يعرف بالأوبك بلاس كان لديه خيار آخر غير الخيار الأمريكي، أتكلم عن الأوبك بلاس بمعية أو برئاسة المملكة العربية السعودية. إذا هناك مساحة للمناورة تجد الدول العربية أنها يمكن أن تستغلها. هذه المساحة فتحت لها أفق التعامل مع روسيا ابتداء، ومن ثم كان هذا الاتفاق أيضا. لكن هناك بالمقابل أستاذ ياسر من يقول أن السبب الرئيسي، الدافع الرئيسي لهذا الانفتاح العربي على النظام السوري هو كما أسموه هم فشل الثورة السورية في تحقيق أهدافها، وأننا أمام الأمر الواقع وهو تشتت المعارضة، غياب الأهداف، غياب الأفق الدولي للحل في سوريا وبقاء النظام. بالتالي الحالة الضامنة في سوريا من وجهة نظر النظام الرسمي العربي هي هذا النظام. إلى أي مدى هناك وجاهة في هذا الحديث؟ يعني لو كان هذا الكلام ما بعد يعني عملية احتلال حلب من قبل النظام والتدخل الروسي مباشرة، أتكلم عن عام 2016، لقلنا يمكن أن يكون هذا الأمر معقولا، ولكن أن يكون هذا الحديث بعد ذلك الأمر بسبع سنوات، أظن أن الدول العربية تم إقصائها وإبعادها عن المشهد السوري ليس من خلال المعارضة السورية، وإنما من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا شأنها وشأن أيضا الدول الأوروبية. إذا الدول العربية في تحركها الحالي هي كانت بعد سبات. نحن لا نتكلم عن دول عربية تمارس سياسة فاعلة بدعم المعارضة أو لها دور إيجابي بما يحصل من أحداث في سوريا، وإنما نتكلم عن تغييب كامل وشامل للدول العربية منذ أكثر من أربع سنوات. نعم. برأيك أستاذ ياسر، ماذا يعني إعادة تأهيل نظام الأسد عربيا بالنسبة للسوريين؟ ماذا يعني ذلك؟
يعني أنا أعتقد أنها ورقة رابحة بالنسبة للأنظمة العربية. تريد هذه الأنظمة العربية أن تري يعني المشهد السياسي بأنها فاعلة على الأرض. نعلم جميعا أن هذا المشهد لا يمكن أن يتجاوز ما يسمى بالعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لا يمكن أن يتجاوز القرار الشعبي لدى الدولة، يعني الشعب السوري. تستطيع هذه الدول أن تعبر عن يعني اهتمامها بالعلاقة مع النظام بشار الأسد، هذا النظام المتهم بالكبتاجون والمتهم بجرائم، يمكن أن يخفف نسبيا قلق هذه الدول العربية من تهريب المخدرات والكبتاجون من النظام، ويكون لديها تسوية ما أمنية مع هذا النظام، ولكن بالنتيجة لا يكون هناك حل سياسي شامل في سوريا، ولا يكون هناك عملية استقرار للمشهد السياسي في سوريا إلا بحل سياسي ضمن القرارات الدولية التي ساهمت الدول العربية نعم. برأيك أستاذ ياسر، إلى أي مدى المحيط العربي تحرك ضمن ما تتحرك به مدارات إقليمية أخرى؟ نحن نتحدث عن انفتاح أنقرة على دمشق، نتحدث عن شبه مصالحة بين طهران والرياض، بالتالي المنطقة كلها ذاهبة باتجاه هذا النمط من المصالحات، والنظام السوري هو جزء من الحالة الإيرانية في المنطقة، هو داعم للحالة الإيرانية. إلى أي مدى هذا الانفتاح مرتبط بتلك التفاهمات الإقليمية أتحدث؟ كلام دقيق جدا. أنا أعتقد يعني ما كان يمكن للنظام بشار الأسد أن يشعر بنفسه منتشيا وأنه يعني حقق انتصار لولا التقارب، وهو عبر عن ذلك بشكل واضح حول التقارب الإيراني السعودي. لذلك أنا أعتقد أن إيران يمكن أن تقوم بصفقة ما مع المملكة العربية السعودية على أساس مثلا اليمن مقابل سوريا أو ما شابه، ولكن كما ذكرت كل هذه الصفقات لا تعني بالضرورة استقرار الأوضاع السياسية في سوريا، وإنما تعني ضمانات للدول الخليجية والعربية بتخفيف قلقها باتجاه عملية تهريب المخدرات والوازع الأمني على الحدود السورية العربية، أتكلم عن الأردن على وجه التحديد والخصوص. نعم، دعونا نذهب معك أستاذ ياسر وأيضا ضيفنا دكتور عبد اللطيف درويش إلى أبرز من كتبوا وعلقوا على هذا الانفتاح العربي في مواقع التواصل الاجتماعي، ونرى وجهات النظر الأخرى أيضا التي تحدثت في هذا الإطار. محمود زغموت تحدث، زعمت الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال بأن التطبيع سيصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته، وهو ما لم يكن، وها هي تهرولوا للتطبيع مع نظام الأسد الذي قتل 1 مليون سوري وهجر 12 مليون وباع البلد لروسيا وإيران، وتزعم أن ذلك لمصلحة السوريين. والحديث لمحمود زغموت. إياد أبو شقرة كتب، هناك 100 تعبير وتلاعب على الكلام من أجل تسويق التطبيع مع نظام قاتل، هو في أقل الحالات سوءا صندوق بريد بين جميع أعداء العرب ومستقبلهم. والحديث لإياد أبو شقرة. عبد الوهاب عليوي كتب، كل عمليات التطبيع مع نظام الأسد لن تغير شيئا من واقع الأسد الذي لن يستطيع أن يقدم شيء للدول المطبعة معه، فلا هو قادر على ضبط تهريب المخدرات ولا هو قادر على تحجيم إيران، وباتت أصغر ميليشيا شيعية في سوريا أقوى من جيشه الذي بات كبار ضباطه يدينون لإيران. والحديث بحسب عبد الوهاب عليوي. بشار الباكر كتب، السعودية تقترب من التطبيع مع النظام السوري، ولا تفسير لذلك سوى الاتفاق السعودي الإيراني، حيث يبدو أن تعويم بشار الأسد جزء من الصفقة والمقايضة بتنازلات إيرانية في اليمن، وهذا لا يساعد على حل في سوريا، لأن الأسد ورقة محروقة برأي بشير البكر. إذن أيضا من الذين كتبوا فادي قال، إمكانكم أو بإمكانكم قول الكثير حول سبب تطبيعكم العلاقات مع نظام المجرم بشار الأسد، يمكنكم القول أنكم تفعلون ذلك لأجل مصالحكم السياسية أو الاقتصادية، ربما لأجل حماية أمنكم، يمكنكم القول حتى أنها نزوة أمير أو شهوة أميرة، ولكن إياكم والقول أن التطبيع مع المجرم بشار الأسد سيكون لمصلحة سورية، لمصلحة سورية والسوريين،
فالسوريون قالوا كلمتهم بأن لا حياة ولا مستقبل بوجود المجرم بشار الأسد. كان الحديث لفادي. كانت هذه بعض من المشاركات التي علقت على التقارب العربي مع دمشق مؤخرا. وبالعودة إلى الحوار والنقاش، أجدد الترحاب بدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ إدارة الأزمات في جامعة كارديف متروبوليتان. أهلا بك معنا دكتور عبد اللطيف. أهلا وسهلا بكم دكتور. لربما السؤال الأبرز الذي يبحث عنه كثيرون، يعني ماذا يستطيع نظام الأسد تقديمه للنظام الرسمي العربي المنفتح عليه؟ نحن نتحدث عن دولة شبه مقسمة، نتحدث عن ملاحقات دولية بجرائم حرب، نتحدث عن دولة يقول البعض بأنها غدت فاشلة. إلى ما ذلك من العقبات الرئيسية، ماذا يستطيع نظام الأسد تقديمه لتلك الدول؟ العالم ليس جمعية خيرية كما تعلم دكتور، العالم يقوم على المصالح. تحياتي لكم المشاهدين وللضيف. القضية هنا أنا دائما في مفردات الصراع هناك ما يسمى اللاعبين الأساسيين أو اللاعبين the hidden players الذين لا نراهم. هناك تغير أكيد في المعادلة الدولية نتيجة نمو أقطاب جديدة في العالم، فبالتالي كل قطب وكل حالة تحالف جديدة تضع شروطها على الطاولة. أعتقد من شروط عملية لنقول التسويق أو عملية الوصول إلى نوع من التآلف وليس التحالف مع روسيا ودول الخليج أو مع الصين، جزء منها معادلة نظام سوريا. بالتأكيد هي الآن تغيرت الأمور، هناك شبه يعني خلاف بين أو تغير في الاصطفاف بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أنا الحقيقة لو ما دامت المعارضة السورية لم تجد حل خلال الفترة الوجود ظل في المصالح التي كان يمكن أن تلعب عليها، فلا يمكنها إلا أن تستند لقواتها الذاتية وحقوقها وفقط، وليس الحلفاء الذين تعودت عليهم من دول الخليج. هناك تغير، فبالتالي أنا أعتقد سيفرض حتى على المعارضة تغيير سلوكها وتغيير اصطفافها ودخول في الحوار مع الأسد. فالآن لتسعى المعارضة على الأقل للحصول ما يمكن الحصول عليه في المرحلة القادمة، وهذه السياسة الواقعية. الأسد لن يقدم شيء لهذه الدول، ولكنه ضمن المعادلة الدولية، ضمن معادلة التقارب مع إيران ومساومة وتبادل الأوراق، ضمن التقارب مع روسيا والصين، وأيضا ضمن المعادلة تبادل المصالح. نعم. لا أكثر. دكتور، يعني إذا كانت المصلحة ليست معنية بها دمشق وليست معنية بها الدول المنفتحة على النظام السوري، هل يمكن لأمثال هذه المعادلات أن تنجح، أن تستمر، أن تبقى على هذا النسق، باعتبار أن المصلحة مرتبطة بالكبار وليست مرتبطة بالصغار، إنجاز لنا تقريب الصورة؟ أعتقد نعم، لأنه أيضا هناك ضغط على دول الخليج في موضوع اليمن، ضغط من الأمم المتحدة، ضغط عسكري وتكاليف. فأعتقد هو سيدخل ضمن معادلة تبادل المصالح. لا ننسى أنه حتى بعد الحرب العالمية الثانية تم هناك تقسيم العالم في إطار بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية ضمن معادلات. على سبيل المثال كان من الواقع حسب أوضاع موازين القوى في تلك الفترة كان الحزب الشيوعي اليوناني يسيطر على اليونان، فبالتالي تم المساومة والتخلي عنه مقابل ضمن معادلات. فوقعت اليونان ضمن المعسكر الناتو والمعسكر الرأسمالي، وكان المفترض أن تكون ضمن المعسكر الشيوعي. فبالتالي هي عملية تبادل المصالح، ويجب علينا أن نقر بهذه. يعني لا يوجد في السياسة حليف دائم. نعم. ولا حليف، يعني إنما الحلفاء كلهم مؤقتين. وأعتقد أن حتى مع احترامي للمعارضة السورية وهي حق، يعني الحق المواطن السوري الذي استغل في موضوع الديمقراطية حقه في الديمقراطية، ولكن الأنظمة التي كانت تدعم المعارضة ليست أحسن بكثير ديمقراطيا من نظام الأسد. نعم. أستاذ ياسر، ما تعلنه تلك الأنظمة في الظاهر وتبقى المصالح الحقيقية في الباطن بطبيعة الحال أننا نريد جر دمشق من الحضن الإيراني، بالتالي جاء هذا الانفتاح. ألا يعتبر بالظاهر
أنه لمصلحة سوريا الدولة أتحدث أن يجري إعادة سوريا إلى الحظيرة العربية بعد هذا الانكماش الكامل والتجمد في الساحة والمربع الإيراني. الدول تتحدث أن هذه هي من الغايات الرئيسية، ألا يعتبر هذا إيجاباً بالانفتاح على سوريا والأسد؟ يعني كان ممكن أن نقول هذا الكلام منطقي لولا أن هناك يعني مباركة وفرح شديد من قبل بعض الدول بسياسة التقارب السعودي الإيراني، أتكلم عن 10 مارس، يعني لولا أن يعني هذه البداية كانت موجودة ونسمع الآن أن بعض الدول الخارجية تسير على نفس المنحة، أعتقد أن مشكلة سوريا بالنسبة لموضوع التدخل الإيراني وكأن الدول العربية تعطي ضوءا أخضر أو تعطي موافقة وتبريكات على أنه اعتراف بالأمر الواقع، سوريا لإيران ولا تستطيع سوريا أن تنفك عن الحضن الإيراني. أعتقد أن يعني هذا المسار يعني لمصالح أمور أخرى يمكن أن تكون كما ذكر الضيف دكتور عبد اللطيف حول موضوع مصالح مباشرة بالنسبة للدول الخليجية وعند الحديث على اليمن على وجه التحديد. أنا أريد أن يعني ألخص بالمجمل وأقول أن سياسة التحالفات مع المحاور التي يعني كانت في ما قبل الحرب العالمية الأولى انعكست بشكل سيء جدا على الدولة العثمانية وتفكيك الدول العثمانية. لا أريد الآن للدول العربية أن تكون ضمن مسار وتحالفات مع محور سيكون خاسرا، أتكلم عن وجه التحديد الروسي في أوكرانيا. لذلك أنا أعتقد أنه يجب على الدول العربية أن تكون على مسافة واحدة أو على الأقل تعني أن يعني مصالح إيران لديها مشروع أيديولوجي في المنطقة ولا يمكن أن ينكفئ هذا المشروع. هذا المشروع بدأت به إيران منذ 79 وهي لديها أصابع ومخالب ضمن المساحة العربية، أتكلم عن الحوثيين وحزب الله والحشد الشعبي ونظام الأسد. إذا لا يمكن أن نقول أن النظام الإيراني مباشرة سيعود إلى سياسة الانكفاء عن هذا الطموح وسيتعاون مع الدول العربية في مشاريع يعني لتنمية هذه المنطقة. أريد أن أقول أن إيران مشروعها واضح ولديها حالة أيديولوجية تستثمرها في هذا المشروع ولا يمكن أن نبتعد بالتفكير عن هذه هذا الأمر. أما الدول العربية فأظن أنها تتعامل بسياسة يعني كسب الرضا أو تحسين الظن أكثر منه على سياسة الأرض. نعم، حتى نفسر هذا التقارب أكثر دكتور عبد اللطيف، الولايات المتحدة الأمريكية لا تفتأ هي والدول الغربية للحديث أن فترة أو يعني السماح بإعادة تأهيل النظام السوري لم تحن بعد. من الغريب أن الدول التي تسرع عملية التقارب مع نظام الأسد هي محسوبة على الفناء الأمريكي بالنهاية. ما سبب عدم التقاطع في المصالح ما بين المصلحة الأمريكية التي ترفض الانفتاح وما بين هذه الدول المحسوبة على المصالح الأمريكية في المنطقة أيضا؟ كيف نفكك هذه المعادلة؟ هناك طبعا كما نعرف هناك موقف من الإدارة الأمريكية الحالية في موضوع الحكومة السعودية، فبالتالي هذا دفع باتجاه تحالف وعدم إذعان أيضا إعطاء الولايات المتحدة لأي اهتمام لمصالح هذه الدول وتحالفاتها، فبالتالي هناك اتجاه من قبل السعودية مضاد باتجاه روسيا والصين، خصوصي أن هذا الوضع الحالي والضعف الإدارة الأمريكية والشرخ الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية في المجتمع الأمريكي يتيح لهذه الأنظمة أن تخرج على الأقل وأن تنظر إلى بعض مصالحها وتحالفاتها. ولكن الذي يحدث الآن يجب أن نعي أنه نمو لأقطاب جديدة. حركة القومية العربية يجب أن تخرج في إطارها من إطار احتضان أي نظام عربي، لأنه أنا أقول ككل الأنظمة التي أمدت وساعدت المعارضة السورية، هل هي مسافة مع الديمقراطية؟ هل هي أنظمة ديمقراطية؟ لا يمكن لحليف غير ديمقراطي أن يؤهلك لأن تحصل على الديمقراطية، أنك على المدى البعيد ستكون خطر عليه. فبالتالي تحرك المعارضة العربية أو المعارضة القومية العربية، لأن هي أيضا هي قد تكون ضد المشروع الإيراني وضد ومن مصلحة للحصول أو الوصول إلى الديمقراطية، ولكن يجب أن نعي أن التحالفات التي تحدث الآن ضمن إطار القطب الجديد، وأي قد يتمنى الغرب أن تختفي روسيا. روسيا لن تختفي، روسيا لن تخرج مهزومة من هذه المعركة بالطريقة التي يرتئيها الغرب. الغرب الآن تعيشون بالغرب وترون أن المسألة الاقتصادية وهناك المشاكل كما ترونها بفرنسا هي دولة أساسية في المعسكر الغربي، ترون الأوضاع والذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية هذا المعسكر الغربي الآن يخسر،
يخسر. وأنا أعتقد أنه حتى من مصلحتنا أن يكون هناك قطبين كحركة قومية عربية، كمواطنين عرب نتطلع إلى الديمقراطية، ولكن أنظمة سلطانية لن تعطيكم الديمقراطية. استغل المواطن السوري، استغلت المعارضة السورية، وهذه حقيقة تم إتلافها ماليا، تم شقها، تم التآمر عليها، لما استغلال الحلم المواطن السوري للديمقراطية، ولكن لن يساعد المواطن السوري حتى يصل إلى بناء نظام ديمقراطي بتوحيد الأراضي السورية وإعطاء الحقوق لكل الأقليات واستعادة الجولان. لن يكون هذا في إطار نظام عربي رسمي. وأعتقد أن الفلسطينيون عانوا من قبل من خلال التجربة الفلسطينية، كان يعطي الفلسطيني حد معين، فبالتالي لن تدعم المعارضة لتحقيق نظام ديمقراطي. نعم. لأن هذا النظام الديمقراطي سيؤثر على المنطقة العربية. عفوا، موضوع إيران يجب أن نعي حتى تقيم، أن تنتصر على دولك إذا تقيم السياسة الإيرانية سياسة استراتيجية بعيدة المدى، تسعى لسنوات طويلة متقدمة. الإيرانيين مخلصين دائما لحلفائهم، لا يتخلوا عنهم، وأعتقد من خلال تجربتنا النظام العربي الرسمي يتخلى عن حلفائه بشكل سهل. ولا أريد أن أدخل في أمثال تاريخية حصلت مع المقاومة الفلسطينية وتم التآمر عليها ودعمها في فترات لحد معين، ولكن لذلك يجب أن نعي كمواطنين عرب أن النظام العربي الرسمي يجب أن لا يحتضن أي من المعارضة أنه لا يوصل لها إلى بر الأمان. نعم، برأيك أستاذ ياسر النجار، هل سنكون أمام حالة مشروطة من الانفتاح، بمعنى السعودية ستضع شروط، الإمارات ستضع شروط، عمان ستضع شروط، يمكن أن تفيد هذه الشروط مستقبل العملية السياسية، مستقبل سوريا، مستقبل التوافق السياسي، أم أنك تعتقد أن لن يكون هناك نظرة للسوريين لمستقبل السياسي للمعارضة والنظام، بالتالي ستقتصر المسائل على المصالح الرسمية ليس أكثر؟ من الطبيعي جدا أن تفكر كل دولة بمصالحها على المنحى التكتيكي والاستراتيجي، وأظن أن المملكة العربية السعودية بتقاربها مع إيران هي أرادت أيضا أن تسحب فتيل الأزمة، لطالما كانت إيران تهدد في حال أي هجوم عليها بأنها ستقصف الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعني بشكل مباشر أنها ستقصف المملكة العربية السعودية، ولديها تجارب بذلك. لذلك أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية أرادت بهذا التقارب أن تسحب أي مبرر لإيران بأن يكون هناك هجوم عليها عسكريا. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا أعتقد أن إيران لا تتعامل مع الدول العربية بسياسة التحالفات وإنما بسياسة التبعيات، لطالما كانت إيران تستغل هذه الدول التي تتدخل بها وتحولها إلى أنظمة فاشلة. تكلمنا عن عدم غياب الدولة في لبنان وغياب الدولة في اليمن وغياب الدولة في العراق وأيضا سوريا، هي يعني شأنها شأن باقي الدول. إذا بالنتيجة إيران مصلحتها في المنطقة كنفوذ ليس من باب الاستقرار وضمان الأمن والسلم الإقليمي، وإنما لديها مصالح استراتيجية على حساب الدول العربية. المعارضة السورية أو الشعوب العربية التي تحلم بالحرية، أنا أتفق مع ضيفك، هي لا تستطيع أن تعتمد مع أنظمة شمولية، ولكنها هي ترحب بأي دعم يقدم لها من قبل الشعوب أولا ومن قبل أي حكومة، ولكنها انطلقت للبحث عن حريتها وهذا مطلب مشروع، وستبضي على بالبحث وتحقيق آمالها بالحرية والديمقراطية. وأظن أن هذا الأمر لا يعاب عليها ولا يعتبر هذا من باب التمنيات ومن باب الأحلام. نعم. وإنما هو من باب المنطق الواقع. نعم. دكتور عبد اللطيف، هل ما يحتاجه النظام في دمشق اليوم هي هذه العلاقات وتقاطعات المصالح للدول الكبرى وتمريرها من خلال الدول الإقليمية؟ هل هذا ما يحتاجه في أولوياته اليوم في ظل دولة شبه مقسمة، في ظل يعني حديث عن ملايين اللاجئين، معارضة موجودة، حالة النسيج الاجتماعي ضرب في أعماقه؟ هل هذه هي الأولوية الرئيسية التي يتعين العمل عليها أم المصالحة الداخلية برأيك؟ طبعا بالتأكيد المصالح الداخلية، ولكن أيضا الذين يتحاورون مع النظام السوري أو الحكومة السورية أيضا سيكون لهم شروط في موضوع سبيل المثال العفو العام، وجود انتخابات بطريقة أو بأخرى محاصصة، سيكون هناك تغيير في وجه النظام. ولكن النظام نجح في أن يثبت بغض النظر كيف نجح،
من خلال تحالفات، وليس دولة، لا توجد دولة أو نظام لا ليس لديه تحالفات. أجاد اللعبة وبقي في السلطة، كان نعم على حساب الشعب السوري، ولكن أعتقد أن سيكون هناك عملية تخلي من قبل تركيا ومن قبل الأنظمة العربية الأخرى والضغط على المعارضة السورية للجلوس إلى الطاولة والوصول إلى حد معين من الحريات أو الانتخابات البرلمانية، مع بقاء على الأقل الأسد لفترة زمنية أو يعني ليس يكون لها مخارج، لأنه أيضا روسيا لن تستمر تبقي على هذه الحال، وأيضا تركيا لا تريد أن تبقي على وضع اللاجئين تقريبا 4 ملايين لاجئ، وكذلك الأردن. فبالتالي على المعارضة أن تدرك هذا الموضوع وأن يكون هناك استراتيجية جديدة. التحالفات ليست يجب أن لا تكون حتى مع الشيطان. أنا أقول وأؤكد أن الذي يضع يده بيد إسرائيل لن يكون يصل إلى بر الأمان، الذي يضع يده بيد النظام العربي الرسمي لن يصل إلى بر الأمان، أن هذه أنظمة لن توصلك إلى حالة قد تؤثر عليها على المدى البعيد. نعم. فبالتالي يجب يعني المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. من يخالل، وهذه تنطبق أيضا على الدول بطبيعة الحال. كل الشكر لك دكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ إدارة الأزمات في جامعة كارديف متروبوليتان. الشكر موصول لك أيضا أستاذ ياسر النجار الكاتب والمحلل السياسي. كل الشكر لكم على هذه الفرشة النقاشية للحديث حول هذا الانفتاح العربي على النظام السوري. حديثنا متواصل مشاهدينا بهذا الملف، لكن بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي نعالج فيها التدافع، انجاز لنا الوصف، للحالة الرسمية العربية للانفتاح على نظام بشار الأسد. ضيفي هنا في الاستوديو للحديث والنقاش الأستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون الإقليمية. أهلا بك معنا أستاذ أمجد. أهلا بكم. أبدأ الحوار معك ومعكم أيضا مشاهدينا بعد هذا التقرير. كشف مصدر في وزارة الخارجية للإخبار في إعلان مفاجئ يشكل نقطة تحول رئيسية في العلاقات بين الرياض ودمشق، كشف التلفزيون الرسمي في المملكة العربية السعودية في وقت متأخر من أمس الخميس عن محادثات تجري مع النظام السوري لإعادة فتح سفارة السعودية في دمشق، وذلك بعد نشر وكالة رويترز أنباء عن مفاوضات سرية جارية بين الطرفين. يأتي الإعلان بعد مباحثات بوساطة صينية شهدت اتفاق السعودية وإيران على إعادة فتح السفارات بعد سنوات من التوتر، تطور قد يسرع من مساعي العديد من الدول العربية والخليجية الحليفة لنظام الأسد من أجل إعادته إلى جامعة الدول العربية، حيث تتصدر الإمارات العربية المتحدة ودبلوماسيتها المهمة منذ سنوات، حيث أعادت افتتاح سفارتها بدمشق وتبادل مسؤولو البلدين الزيارات على أعلى مستوى، كما حظي الأسد باستقبال رسمي وبحفاوة بالغة أثناء وصوله إلى أبوظبي، بالإضافة إلى استغلال الأسد لكارثة الزلزال الذي ضرب الشمال السوري، حيث تتمركز المعارضة من أجل التقرب أكثر من العديد من الأنظمة العربية، حيث زار وزراء وسفراء عرب دمشق بدعوى تقديم الدعم لسوريا في مصابها. وبين كل تلك المساعي للتطبيع مع النظام السوري واستضافة السعودية لقمة الجامعة العربية المقبلة في الرياض، ولطالما كان ملف الأزمة السورية والعلاقات مع النظام السوري متصدرا جدول النقاش والمباحثات في اجتماعات القمة العربية، فهل ستكون قمة السعودية بوابة عودة سوريا لمقعدها في الجامعة؟ يرى محللون أن القرار السعودي ببعث الحياة في العلاقات السعودية مع النظام السوري ما هو إلا امتداد للاتفاق مع إيران بالرعاية الصينية في اختراق جديد للدبلوماسية السعودية في الملفات الشائكة والمعقدة. وفي ظل حالة التطبيع العربية المتنامية مع النظام السوري، يبدو أن عودة الأسد ونظامه لتمثيل سوريا على مستوى الجامعة العربية مسألة وقت، بينما يظل السؤال مطروحا حول تفاصيل اتفاقية كل دولة عربية على رأسها السعودية مع دمشق، وما الضمانات التي يمكن أن تقدمها دمشق مقابل عودتها للحضن العربي، وكيف ستبرر الأنظمة العربية هرولتها نحو دمشق أمام حلفائها الغربيين والمجتمع الدولي. أود في البداية أن أهنئكم.
إذن أجدد الترحاب بك معنا هنا في الاستوديو أستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون الإقليمية. بداية، يعني التحول السعودي في الانفتاح على دمشق كان غريبا، كان مفاجئا. سؤالي، ما سر هذا التحول الجذري باعتبار أن الرياض والدوحة كانتا من أكثر الدول العربية رفضا لإعادة تأهيل نظام الأسد؟ ما الذي حصل؟ أنا في اعتقادي أنه جزء من تفسير موقف السعودية يكمن في الاتفاق الصيني السعودي الإيراني. نعم. يعني هذا الاتفاق الموقع في يوم 10 مارس الجاري، أعتقد أن يعني فيه أشياء معلنة وفيه أشياء غير معلنة. الشق المعلن اللي يتعلق بإعادة فتح السفارات أو عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو تبادل التمثيل الدبلوماسي خلال 6 أيام، أعتقد هذا هو الشق الأقل أهمية في هذه الصفقة، التي أعتقد أنها يعني بداية مسار من التفاهم ربما الواسع النطاق بين إيران والسعودية، ولكن هو برعاية صينية، وأيضا هو يعني هم يتفقون بشكل أساسي حول قضايا أمنية حتى الآن. نعم. ويتطور توافقهم السياسي بالتدريج حسب ما سنرى من تحركات في ملف سوريا، في الملف اليمني، ممكن في ملف العراق أيضا، ممكن في الملف اللبناني في موضوع أزمة انتخاب الرئيس أيضا. يعني هناك الآن يعني عملية بدأت بين إيران والسعودية، ونحن نشهد تطورات لهذه العملية. دعني في البداية أؤكد على بعض الحقائق. أولا، المسألة السورية يعني اعتبارا من 2016 منذ سقوط حلب في ديسمبر عام 2016 لم تعد مسألة عربية. يعني باختصار، لا يوجد أي دولة عربية لها وزن حقيقي في الموضوع السوري. من يقررون في الموضوع السوري هم فاعلون، كما تحدثت أنت في قبل قليل، هم فاعلون دوليون وبدرجة أقل فاعلون إقليميون. على الصعيد الدولي معروف روسيا هي المتحكم الرئيسي في هذه المسألة. تدخل الصين يعني إلى حد ما تساند القرارات الروسية، تصوت أحيانا على قرارات ضد النظام السوري إلى آخر مجلس الأمن، والولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بوجود عسكري في شرق سوريا يسمح لها بأن يعني تناور أو أن يعني تتكتك قليلا في المسألة السورية. على الصعيد الإقليمي لديك إسرائيل، لديك تركيا، لديك إيران. ما عدا ذلك، أنا أعتقد الدول العربية دورها هامشي جدا جدا، والبعض أحيانا يتحدث عن فرصة مصرية وفرصة سعودية وفرصة معرفة. يعني هذا كلام كله يعني لا ينتمي إلى حقل التحليل العلمي. نعم. يعني أنا في اعتقادي العرب خارج المسألة السورية هم يحاولون أن يقايضوا هذا الموضوع ببعض التنازلات في قضايا. إذن هذا الانفتاح ما مرده؟ ما هي المصلحة؟ مصلحة السعودية، مصلحة عمان، مصلحة الإمارات؟ هل هناك مصالح ذاتية لتلك الدول أم أنها مدفوعة من قوى إما إقليمية أو دولية؟ أنا أعتقد هذه الدول تحاول أن تستغل، كما تحدث الدكتور عبد اللطيف قبل قليل، تحاول أن تستثمر مساحة المناورة التي تولدت بعد الأزمة الأوكرانية، والتي تولدت بمناسبة قدوم الفاعل الصيني بهذا الثقل إلى المنطقة. لا تنسى زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية في ديسمبر الماضي وعقده 3 قمم خليجية وعربية وسعودية صينية. لا تنسى أيضا أنه يعني الصين تقدم نفسها بوصفها ضامنا لسلوك الأطراف. نعم. الإقليمية، وأنها كأنها راعي جديد لهذا النظام الإقليمي الذي يتشكل. فلذلك هذه الدول يعني قطر، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان إلى حد ما تحاول جميعها أن تستفيد من هذه الحالة الموجودة. أولا، زاد الطلب على الطاقة الخليجية، هذا شيء مهم جدا. أكثر من هذا، هناك كأنه في مبادرة سعودية بالحركة. يعني أنا ألاحظ أن هناك نشاطا في الدبلوماسية السعودية، مثلا زيارة الأمير فيصل بن فرحان إلى أوكرانيا، لقائه بالرئيس زيلينسكي، تقديمه مساعدة ب$400 مليون، لقائه بوزير الخارجية الروسي أيضا لافروف في موسكو. هذا يعني هناك آلية معينة أو حركية معينة تولدت بعد الأزمة الأوكرانية، وتولدت بعد قدوم. نعم. الفاعل الصيني، ودول الخليج تحاول أن تستثمر في هذه المساحة. بالمناسبة، أكثر هذه الدول قدرة على الحركة هي عمان، رغم أنه البعض ربما لا يلتفت إلى يعني قدرة عمان الحقيقية، سواء في الدبلوماسية، سواء في انفتاح على كل الأطراف تقريبا. يعني نعم. هي منفتحة على أمريكا وروسيا. نعم. والصين وكل الأطراف تقريبا. هل نستطيع أن نقول أن هذا الانفتاح الرسمي العربي على سوريا ليس لأجل سوريا بقدر ما هي مصالح ذاتية لتلك الدول؟ إلى حد كبير أنا أوافق أيضا الدكتور عبد اللطيف، فأنه يعني مصلحة الشعب السوري ليست موجودة على الأجندة. نعم. نهائيا. يعني لا يوجد شروط للسعودية لمصلحة الحالة السورية الشعبية، أو يعتقد أن ذلك مستبعد، أو الإمارات أو عمان. هل وضعت شروط لمصلحة السوريين؟ هذا سؤالي. في اعتقادي لا، لأنه يعني أيضا كما أشار الضيف أنه
نحن نريد من دول غير ديمقراطية أن تؤيد ثورات ديمقراطية أو ثورات شعبية. نعم. يعني أعتقد أنه النظام الرسمي العربي ليس مع الثورات العربية بشكل عام. وهو سعيد بالنهاية التي حصلت يعني في الحالة السورية. هذه النهاية المطلوبة. نعم. أصلاً. نعم. والمرغوبة. ولكي ترى حقيقة ما يحدث، انظر يعني أبلغ مؤشر على للأسف فشل الموجة الأولى من الثورات العربية، الاتفاق الصيني الروسي، الاتفاق الصيني السعودي الإيراني، هو كلها دول ثورات مضادة. يعني نعم. هذه كل الدول التي تدعم الثورات المضادة. يعني أليس غريبا أن السعودية وإيران تتفقان ضد الثورة السورية؟ يعني هذا شيء غريب، لكن هم في النهاية هذه قوة تتحرك في إطار أنها ثورة مضادة. وأيضا في حالة اليمن هم انقلبوا على الثورة اليمنية بغض النظر عن من يكسب أو من يربح آنيا، لكن في التحليل الأخير هذه القوة ليست قوة ديمقراطية. نعم. وحتى من المفارقات أنه قوة مثلا قد تكون يعني ديمقراطية نسبيا مثل تركيا هي أيضا تتقارب مع نظام الأسد. نعم، لغة المصالح تبقى حاضرة. بالمقابل أستاذ أمجد، ماذا سيستفيد النظام السوري من هذا الانفتاح، بخلاف الصورة، بخلاف أنه أصبح مقبول، بخلاف العزلة العربية وما إلى ذلك، ماذا سيستطيع أن يستفيد فعليا من هذا الانفتاح العربي؟ أعتقد أنه يستفيد اقتصاديا، سيفك العزلة قليلا، سيضمن تدفق بعض المساعدات الاقتصادية والإنسانية عليه. وطبعا لابد أن نذكر أن زلزال 6 فبراير غير المعادلات. نعم. الإقليمية حقيقة، يعني أصبح خروج النظام السوري بعد الزلزال من العزلة مسألة وقت ليس أكثر. ويعني أنا أريد أن أركز حتى على تصريح الأمير فيصل، الكلام عن الإجماع وستجدون أن هناك إجماعا عربيا ودوليا تشكل حول إنهاء عزلة سوريا. هو من يخلق الإجماع العربي؟ يعني هي السعودية التي تخلق الإجماع العربي. نعم. يعني أحيانا السعودية وغيرها من الدول تحاول أن تختفي خلف أن هناك إجماعا عربيا وهناك اتفاقا عربيا حول هذا، وهم في الحقيقة السعودية التي تصنع هذا الإجماع. نعم. هل نستطيع أن نقول أن دول النظام الرسمي العربي المنفتح على النظام السوري وضعت كل المشاكل السورية، حالة الانقسام السوري، خلف ظهرها، وهي الآن تتطلع وكأنها تتعامل مع رئيس نظام لدولة طبيعية؟ هل هذا ما يحصل فعليا يعني من حيث الواقع؟ هم عمليا يسلمون بالنتيجة النهائية أنه لا يمكن إزاحة بشار الأسد. نعم. بطريقة يعني سواء عسكرية أو حتى دبلوماسية. تتذكر تصريحات يعني عادل جبيع عندما قال سيرحل الرئيس الأسد يعني تفاوضا أو بالقوة كما كان يقول في بداية 2015، وتلك الفترة بالمناسبة اللي كان فيها تنسيق بين السعودية وتركيا وقطر، وربما التي كانت أفضل فترة حصل فيها تشكلت فيها المك في ذلك الوقت، كان أفضل أداء ربما للمعارضة السورية خصوصا. نعم. في الشمال السوري في عام 2015 اللي هو السنة التي حدث فيها بعض التحولات، ولكن طبعا هذه التحولات انتكست بعد التدخل الروسي في سوريا أواخر سبتمبر عام 2015 الذي حول المسألة السورية إلى مسألة دولية لكن فيها قليل من النفوذ للفاعلين الإقليميين كما قلنا إيران تركيا وإسرائيل. نعم. الحماسة الخليجية دونا عن باقي الدول باستثناء الأردن، لربما الأردن لديها مصالح أمنية، لديها مصالح اقتصادية بالحدود الطويلة مع سوريا، الموقف الأردني مفهوم، لكن الحماسة الخليجية غريبة نوعا ما باستثناء قطر التي سنأتي للحديث عنها. ما سر الحماسة الخليجية؟ يعني لماذا أول من يستقبل مسقط، وثاني من يستقبل أبوظبي، وثالث من ينفتح بشكل مباشر هي الرياض؟ يعني لماذا لا نتحدث عن تسارع مصري، تسارع جزائري، تسارع مغربي وما إلى ذلك؟ لماذا دول الخليج هي التي تسارع بهذه الخطوة أكثر من غيرها؟ أولا لأن مركز الثقل العربي الحقيقي هو في دول الخليج. يعني فعليا مجلس تعاون الدول الخليج العربية هو الذي يهيمن على جامعة الدول العربية. يعني ليس غريبا دائما أنك ستجد كل القرارات تخرج يعني قريبة من الجامعة العربية ستكون وراها السعودية والإمارات ومصر. دائما هذا الثلاثي هو الذي أصبح يتحكم، بعد أن كان هناك ثلاثي آخر في وقت من الأوقات، كان هناك الثلاثي السوري السعودي المصري اللي كان في إعلان دمشق 6 مارس عام 1991 بعد تحرير الكويت من العراق. وبعد يعني تقلبات كثيرة في العلاقات السعودية السورية، يعني يمكن ربما ليس هذا هو مجال ذكرها. لكن على كل حال دول الخليج لديها إمكانات دبلوماسية معينة، لديها قدرة أن تتحرك في هذه الأزمات باعتبار أنها سمول ستيت وهامش مناورة بالنسبة إليها أكبر بكثير. نعم. من دول أخرى. يعني مثلا دولة مثل الجزائر هي دولة كبيرة لا تستطيع أن تغير السياسة الإقليمية بسهولة. نعم. ماذا عن قطر؟ يعني قطر تقريبا بقيت وحيدة ما بين الدول الخليجية التي تعلن بشكل رئيسي رفضها إعادة تأهيل نظام بشار الأسد. هل نتوقع لحاق الدوحة أيضا بركب المنفتحين على دمشق؟
أعتقد أنها لا تملك خيارات كثيرة في هذه المسألة. يعني هي قطر تحاول أن تلعب دورا، إذا جاز القول سمه دورا إعلاميا إنسانيا، دورا داعما عبر مراكز الأبحاث والجامعات إلى آخره، تقديم المنح ممكن للطلبة السوريين، لكن أكثر من ذلك هي لا تستطيع أن تتحرك بعيدا عن الخط السعودي. ودعني أذكر بأنه اتفاق الرياض بين الذي يعني كان نهاية أزمة بين قطر ودول الخليج الثلاث البحرين السعودية الإمارات عندما سحبوا السفراء في مارس عام 2014، اتفاق الرياض كان جزء منه جزء منه انه قطر قررت تسليم الملف السوري بالكامل الى السعوديه. نعم. وانا ذاك كان الامير بندر بن سلطان هو الذي يتولى هذا الموضوع، وبالمناسبه يعني تدهور حال المعارضه السوريه تماما في اللحظه التي تولت فيها السعوديه هذا الملف. نعم. هل نتحدث عن تحولات استراتيجيه في السياسه الخارجيه لدول الخليج وتحديدا السعوديه بعيدا عن المربع الأمريكي، أم أن هذه الدول تتحرك بالهامش المسموح أمريكيا، خصوصا أن أمريكا والغرب ما زالا رافضين لموضوع إعادة تأهيل بشار الأسد، كيف نفهم ذلك؟ هي دول الخليج وعلى رأسها طبعا المملكة العربية السعودية تحاول أن تناور وتحاول أن توظف المساحات الجديدة التي تخلق، لكن في التحليل الأخير يعني هي لا تستغني فعليا عن الحماية الأمريكية أو لا تستغني عن السلاح الأمريكي أو حتى عن التحالف السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يعني يلاحظ أن السعودية وهذا للأمانة في الفترة الأخيرة بدأت تحسن قليلا، يعني هناك تغير إدراكي فيما يمكن أن تحصله السعودية فيما لو يعني وسعت علاقاتها مع روسيا ومع الصين. في اعتقادي أن هذه الخطوة رغم أنها تكتيكية لكن ربما يكون لها تأثير جيد على السياسة السعودية. السياسة السعودية بشكل عام محتاجة إلى مصالحات، محتاجة إلى تقارب مع إيران مع تركيا مع غيره، بشكل عام هي بحاجة إلى بناء شبكة علاقات إقليمية ودولية جديدة وتكون يعني تبتعد قليلا عن الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه فعليا واشنطن تتجاهل المصالح العربية والسعودية. هل الرفض الأمريكي والغربي يمكن أن يؤثر على هذا الانفتاح الخليجي تحديدا على بشار الأسد؟ ماذا يملك الغرب بما فيها أمريكا من أوراق ضغط لمنع هذا التسارع بالانفتاح على بشار الأسد؟ وعلينا أن نقول أنه هذا الانفتاح يحدث رغم وجود قانون قيصر. نعم. رغم وجود قانون يعاقب على موضوع الكبتاغون، يعني باختصار هناك عقوبات أمريكية على النظام السوري وعلى أفراد في النظام السوري، لكن رغم ذلك الدول الخليجية تقدم على هذا. لكن هو يعني حتى اللحظة لا يوجد اتفاقيات متعارضة مع ذلك القانون، يعني هي المسألة بداية زيارات، وأظن الزيارات ليست من ضمن المحظورات الدولية. أنا في اعتقادي أنه هناك توجه خليجي نحو تصالح مع النظام السوري بغض النظر عن الموقف الأمريكي. بغض النظر الموقف الأمريكي يبقى مؤثرا ويبقى أنه سيضغط، لكن هو سيضغط في موضوعات أخرى، يعني هو نعم. ربما يهتم بموضوعات أخرى أكثر من هذا الموضوع السوري، لأنه يعني هناك الكثير من الكتابات التي تعتبر أن المسألة السورية أصبحت مسألة روسية، يعني هي ماذا يقرر فلاديمير بوتين، ماذا تقرر موسكو، هذا هو الذي سيحدث في النهاية في الملف السوري. طبعا بعض القوى الأخرى تناور، لا زالت تناور، تركيا، إيران، إسرائيل تناور، لكن يعني شكل المسألة السورية في النهاية أعتقد الذي يحدده هو موسكو. الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أخطائها الاستراتيجية المتراكمة في هذه المنطقة غير الانحياز لإسرائيل، طبعا هذا مسلم به، لكن عدم التدخل في المسألة السورية في وقت مبكر، يعني هي تركت المستنقع السوري فعليا لكي تغرق فيه روسيا. هذا كان تصور ربما باراك أوباما، هو أحجم عن التدخل. تتذكر أنه تحدث عن خط أحمر لو استخدم بشار الأسد سلاحا كيماويا في أغسطس عام 2013، واستخدم الأسد هذا السلاح فعلا ضد دوما الغوط الشرقية والغربية، ولكنه لحس خطه الأحمر ورئيسه لم يتدخل في المسألة السورية، رغم أن كانت بريطانيا متحمسة جدا، السعودية كانت متحمسة، ربما تركيا كانت متحمسة، لكن في التحليل الأخير يعني أمريكا تركت المسألة السورية فعلا ربما عامدة لروسيا. كل الشكر لوجودك معنا أستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون الإقليمية، وهذا الحديث عن تداعيات الانفتاح الرسمي العربي في أغلبه على النظام السوري. أشكر لكم أنتم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة، نلتقيكم في حلقة جديدة، أترككم في أمان الله.